مشاهدون قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من شارع بن سينا، منطقة الحي الحسن. بسبب قلة الطاكسيات المواطنين كيتسناو لعدة ساعات باش يوصلوا لديورهم، وفاش ما كيلقاوش داك الطاكسي، الحل المناسب والحل اللي كيجي لهم في بالهم هو تريبورتور غيديهم بثمن رمزي وغادي يوصلهم دغيا، واخا غادي يخاطروا بحياتهم. فبالرغم من القرار اللي كاين حاليا ديال منع التريبورتورات والحجز عليهم، فهما راه حل مناسب للمواطن الا جينا نشوفو نهضروا بلوجيك. فالناس المسؤولين يا غيقنوا هاد التريبورتورات يا غادي يتخلاو عليهم في المره ويديروا حل للمواطن، لان هادشي كامل من اجل المواطن المغربي. دابا واحد سالى الخدمه ديالو مع السه اولا سالى مع 8 د الليل، كيجي كيدوز نصف داكشي اللي خدم، هو كيتسنى طاكسي كيوصل دارو مطحطح مهلوك، الشقيقة شاده، خصو يدوش، خصو يقابل ولادو، خصو يتعشى، وخصو يفيق الصباح باش يجي للخدمة. معاناة كبيرة كيعانيها هاد الناس هادو اللي كيمشيو للرحمة. والحل المناسب اللي كيلقاو راه هو تريبورتور، يعني بالرغم من داكشي اللي كيديروا التهور والفوضى اللي كيديروا في الشارع العام، راه الحل المناسب راه هو تريبورتور، لان انت غتبقى مريح 4 السوايع في قاعة ديال الطاكسيات، وما غتوصل دارك على واحد ساعتين، راه التريبورتور غادي يحل لك المشكل في اسرع وقت. فكنتمنى على انكم تبارطاجيو هذا اللايف باش يوصل لهاد المسؤولين، وخصهم يعرفوا الخلل فين كاين، وخصهم يلقاو الحل، لان راه صعيب الحال ديال بصح، صعيب الحال ديال بصح. مواطن يعاني، هانتوما شوف دابا هادو شحال هما واقفين مساكن، وشحال من طاكسي اللي خدام كيمشيو تال الرحمة، وخصهم يرجعو عاوتاني ويهزو الناس ويديوهم. الله يحسن العوان، حتى واحد ملقى كيف ما بغا، ولكن خاص حل. طوبيس كيجي عامر، بعض المرات كيحرق البلايك ما كيوقفش فيهم، طاكسيات ما كاينينش، هبطوا غير لرون بوان جورج غادي تشوفوا المعاناة، اولا غير هنا في هذه البلاصة هذه غادي تشوفوا المعاناة ديال بصح. تريبورتورات متواجدين، يعني كاينين حاضرين الدراري باغين يخدموا، ولكن الاغلبيه فيهم راه ما كيحترموش قانون السير، وما كيحترموش رجال الامن، وما كيحترموش المواطن. فلو كان كيخدموا بحالهم بحال كاع الناس، شادين الطريق وغادين وترونكيل ومقطعين لاسيرونس ديالهم ودايرين الامور القانونيه، راه ما غيهضر معاهم حتى شي واحد، يعني واخا خدامين بشكل عشوائي لكن ما غيهضر معاهم حتى شي. ولكن فاش كديروا الفوضى وكديروا البلباله وكديروا الروينه، هانتوما غاديين فوق الباسوي، هانتوما موقفين الباسوي، هانتوما دخلتوا في موطور هربتوا، هانتوما ضربتوا السيده وهربتوا، ضربتوا طوموبيل هربتوا، راه كتعطيو صورة خايبة عليكم. وكيف ما كنقولوا حوتة وحدة كتخنس الشواري، فخاص شي حل وفي أقرب وقت. وكنتمنى هاد الميساج يوصل للجميع، بما فيهم صحاب طاكسيات، تريبورتورات، رجال الأمن، والسلطات المحلية.
لان يد وحده راه ما كتصفقش، خاص كلشي يدير اليد في اليد باش يلقاو حل. يا التريبورتور يتقنن يا يتحبس في مره ودير الحل المواطن، لان حاليا انا كنشوف الحل راه هو التريبورتور، راه هو اللي كيعاون هاد الناس كيوصلهم لديورهم دغيا، واخا كيخاطروا بحياتهم وكيغامروا وهادي، ولكن راه هو اللي كيوصلهم لديورهم. خاص حل، نتلاقاو في بث اخر ان شاء الله. الله يحسن العوان لهاد الناس ديال الرحمه، تبقاو على خير.